الحمد لله رب العالمين الحمد لله تعالى انزل علينا خير كتاب انزل والحمد لله تعالى بعث فينا خير نبي ارسل صلى الله عليه وسلم والحمد لله تعالى جعلنا خير امه اخرجت للناس نشهد ان لا اله الا الله وحده والقائل في محكم اياته يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مبعوث بخير كتاب إلى خير أمة هدانا الله تعالى به من ضلاله، وعلمنا به من جهاله، واخرجنا به من الظلمات الى النور. انزل الله عليه قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. مشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في برنامج هذا ديننا. نقف في هذا اللقاء الطيب ان شاء الله تعالى وقفات مع خطبه النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات والمشهور انها خطبه الوداع كما يقول عنها اهل الحديث واهل السيره لكن في البدايه اذكر باننا نعيش العشر الاولى من شهر ذي الحجه هذه الايام العشر التي فضلها الله تعالى على سائر الايام فلقد جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه العشر قال الصحابه الكرام ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذه الايام المباركات التي نعيشها الان هي افضل ايام الدنيا كيف لا وقد عظمها الله جل وعلا في كتابه وعظمها نبيه صلى الله عليه وسلم فلننظر في قول الله تعالى والفجر وليال عشر قال المفسرون: اقسم الله تعالى في مطلع سوره الفجر بوقت الفجر، هذا الوقت الفضيل الذي يضيعه كثير من المسلمين. ثم اقسم بعد ذلك بالليالي العشر، يعني العشر الاول من ذي الحجه، ومعلوم ان الله تعالى لا يقسم على شيء الا اذا كان هذا الشيء عظيما. الله سبحانه قد خلق الازمان. والاماكن الا انه فضل بعض المخلوقات على بعض فمن افضل الشهور الاشهر الحرم قال الله تعالى في كتابه ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم قال المفسرون بين الله تعالى أنه اصطفى من أشهر السنة أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه الأشهر متوالية وجعل الله شهر رجب شهرا محرما منفصلا في نصف السنة الهجرية وذلك حتى يؤمن الناس الذين يقصدون بيت الله الحرام حاجين أو معتمرين يؤمنهم على انفسهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم حرم الله تعالى الظلم في كل وقت وجعله اشد تحريما في الاشهر الحرم في الحديث الصحيح الذي سنتناوله بعد قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل عرفات ايها الناس اي يوم هذا واي عام هذا واي مكان هذا ظن الناس وهم يعلمون الاجابه ظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسمي هذا اليوم وهذا الشهر بغير اسمه المشهور الا ان رسول الله اراد ان يؤكد ان الله تعالى جعل هذا اليوم محرما في شهر محرم فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لكن اسمح لي مشاهدي الكريم اذكر قصه لتعظيم السابقين للحج في البدايه في الحديث الذي رواه سيدنا ابو هريره قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا يا رسول الله قال جهاد في سبيله قيل ثم ماذا يا رسول الله قال حج مبرور افضل الاعمال بعد الايمان بالله وجهاد الفريضه جهاد المشركين والدفاع عن الدين والوطن بعد ذلك ياتي حج البيت الحرام قال تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ايها الاحبه الكرام نحن بعد غد ان شاء الله عز وجل نستقبل يوم عرفه وهو افضل ايام الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلته انا والنبيون قولي انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. اذا عظم الله يوم عرفه وجعل صيامه يعدل صيام سنه سابقه وسنه لاحقه او يكفر الله به ذنوب سنه ماضيه وسنه مستقبله. صيام يوم عرفه له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى ايها الاحبه الكرام سيدنا عبد الله بن المبارك كان رجلا مشهورا بالايمان والورع والتقوى كان يجاهد في سبيل الله سنه ويحج الكعبه سنه كان دائما سنه يحج وسنه يجاهد ففي احدى السنوات اراد الحج فخرج من بيته ومعه ماله متجها الى بيت الله الحرام الا انه وجد مشهدا عجيبا وجد امراه مقبله على القمامه اعزكم الله تاخذ دجاجه ميته تنتف ريشها وتلقي به وتاخذ الدجاجه في حقيبتها فألقى هذا الرجل السلام على المرأة وقال السلام عليكم يا أمة الله قالت وعليكم السلام إليك عني يا أخ العرب قال والله لن أنصرف حتى تخبريني ماذا تفعلين قالت وبما أنك أقسمت علي بالله فأنا أم لأطفال يتامى لا أجد لأطفالي ما أطعمهم به إلا هذه الميتة وقد احل الله لنا في كتابه اكل الميته عند الضروره فاخذته الشفقه لحالها فقال افتحي هذا الكيس ففتحته فقال في نفسه الان اتاجر مع ربي اعظم من حج بيته الحرام وضع ماله كله لهذه المراه فقال أنفقيها على هؤلاء الأيتام واذهبي بها واكتمي الصدقة فيما بينك وبين الله عادت ودعت له بالبركة وهو ليس معه شيء يبلغه بيت الله الحرام عاد إلى بيته وأسر أن يكتم خبره إلا أن الله تبارك وتعالى قد سخر له ملكا يحج نيابه عنه في صورته وهيئته يعني سخر الله ملكا في صوره رجل في صوره عبد الله بن المبارك يحج مع رفقائه واصدقائه ويعلمهم مناسك الحج وكانه عبد الله بن المبارك فلما عاد الحجيج بعدما انقضى موسم الحج جاء اصحابه الى داره يشكرونه يقولون جزاك الله عنا خيرا يا عبد الله قد كنت نعم الرفيق ونعم الصديق في تلك الرحله قد كنت تعلمنا المناسك هو يقول في نفسه والله ما حججت فكيف يقولون هذا الا انه زال عجبه حينما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه جاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا عبد الله احسنت الى هذه الارمله والى اليتامى جزاك الله احسانا وكلف الله تعالى ملكا من ملائكته ليحج مكانك ويظهر في صورتك ولقد كتب الله لك ثواب سبعين حجه وغفر الله لك ذنوبك يا عبد الله. ايها المستمع الكريم وايها المشاهد الكريم التجاره مع الله بابها واسع الذين كانوا يقصدون الحج هذا العام فبسبب الظروف الحاليه التي يمر بها العالم من فيروس كورونا نسال الله العافيه لكل المسلمين ولجميع العالمين منع الناس من الحج الا عدد قليل من سكان مكه المكرمه الذين كانوا يستعدون لحج بيت الله هذا العام والذين كانوا يستعدون للعمره اقول لهم الطواف حول بيوت الفقراء والمساكين ثوابه اعظم عند الله من ثواب الحج والعمره التطوعيه ثواب الطواف بالمال والاحسان الى اليتامى والارامل والمرضى والمساكين ومساعده المحتاجين الثواب اعظم عند الله من الحج الى الكعبه المشرفه كيف لا وقد كتب الله تعالى في كتابه انه من قتل نفسا بغير نفس فكانه قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يعني من قتل نفسا بغير نفس كانه قتل الناس جميعا ومن احياها يعني من تصدق بصدقه فاطعم فقيرا فكان سببا في حياته من تصدق فاطعم فقيرا او من تصدق ليداوي مريضا فشفاه الله بسبب هذه الصدقه فكان سببا لحياته فكانما احيا الناس جميعا يعني جعل الله له ثواب من احيا هؤلاء البشر احبتي في الله علينا ان نحسن ما استطعنا الى المحتاجين قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا كما يقول ربنا سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله ويقول: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ايها الاحبه الكرام هذه الايام المباركات تذكرنا بالمؤتمر العالمي الذي عقده الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات في العام العاشر من الهجره اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم والاحاديث ارويها بمعناها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال انصت لي الناس يعني نادي في الناس ليستمعوا الي والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه حراس ولا له موكب ولا شيء من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان حمد الله واثنى عليه ايها الناس لم يقل طيب معنى اتصال نستمع اليه ام محمود ونعود للقائنا. تفضلي يا ام محمود. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بالصحه والعافيه. والله لحضرتك يا شيخ هل فعلا في صلاه بعد صلاه المغرب ست ركعات تدي ب 12 سنه ناخد صلاه 12 سنه؟ جميل حاضر هجاوب سمعت... حضرتك يا ام محمود. انا سمعت دعيه بيقول كده دعيه اسلامي. حاضر. هجاوب حضرتك حاضر هجاوب حضرتك عن طريق التلفزيون ام عادل بعد اذن حضرتك اتفضلي ام عادل تفضلي لو سمحت يا ام عادل وطي التلفزيون وكلميني من التليفون ام عادل اه لا لا وطي التلفزيون وتكلمني من التليفون بعد اذنك عشان اسمعك بوضوح حاضر فضل يا معادل. طيب واضح ان معادل الاتصال انقطع. اجاوب على ام محمود، الاخت ام محمود بتسال بتقول هل في صلاه سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى بين المغرب والعشاء؟ ست ركعات؟ الاجابه لا. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خصص صلاه بعينها يصليها تطوعا فيما بين المغرب والعشاء الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد المغرب ركعتين سنه مؤكده غير كده ما صلاه ثابته في هذا الوقت طيب نعود لحديثنا عن خطبه النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله واثنى عليه قال ايها الناس وتامل معي يرحمك الله لم يقل ايها المهاجرين مع انهم احب الناس الى قلبه، ولم يقل يا معشر الانصار مع انهم احب الاقوام الى قلبه، ولم يقل يا ال محمد مع انهم ال بيته، وانما النبي بعث للناس كافه فقال ايها الناس اسمعوا قولي هذا واعقلوا لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا. في هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يلمح انها خطبه الوداع وانه سيودع الدنيا وبالفعل بعد خطبه الوداع بثلاثه اشهر لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه لقي الرفيق الاعلى النبي كان بيودع الناس فبما انه في وداع للناس فكان يهتم بعظائم الامور ايها الناس اسمعوا قولي هذا واعقلوه وبلغوا عني ولو ايه فرب مبلغ اوعى من سامع نتعلم ايضا انه واجب علينا ان نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على حسب طاقته وواجب علينا الطاعه لله ولرسوله ولولي الامر قال الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم طاعه الله تعالى وطاعه رسوله وطاعه ولي الامر في طاعه الله جل وعلا واجبه ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء الختامي يبين للناس حرمه الاعتداء على دماء العباد وان اول شيء يقضي الله فيه يوم القيامه الدماء اول شيء من حقوق العباد التي سيفصل الله فيها بين الخلائق يوم القيامه الدماء يقف المقتول ويقول يا رب سل القاتل لماذا قتلني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدماء كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويحذر ربنا في القران فيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما يقول جل من قائل ولا تقتلوا أنفسكم كما يقول سبحانه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أبا عدنان اتصال معنا التليفون فضل حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا عندي حاجة يعني مو ممكن موضوع مختلف شوية عن اللي بيسمعنا تزوجت واحدة وقعدنا 48 سنة وشهر ونص شوف فاكرها ازاي 48 سنة وشهر نعم. ونص كانت مثال ملاك تعتبر ملاك نعم. لم يحدث بينا وبين بعض أي شيء إطلاقاً في المدة دي كلها واللي بنسمعها فلما توفت طبعا اثرت في نفسي ودائما ابكي ربنا دائما ابكي خير. من بقى لها 11 شهر بكاء او طول النار في صلاتي ابكي في دعائي ابكي في قراءه القران ابكي ها يعني مش عارف هل بكائي ده يؤثر عليها؟ أوه. دي نمره واحد هل بكائي في اثناء الصلاه يؤثر على صحه الصلاه؟ هل بكائي يؤثر في الدعوات ويقلل من قيمة من بس لان طبعا نفسيا يعني لما الواحد بيسمع اللي بي الشكاوي اللي بتحصل في التلفزيون اللي بيشتكي من مراته واللي بيشتكي من جوزه 48 سنه نفسي افتكر حاجه سيئه عشان انسى مش قادر ربنا يجمعك بيها في الجنه ربنا يجمعك بيها في الجنه شكرا ابو عدنان حاضر معانا الاستاذه شروق عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخبار حضرتك كل عام وحضرتك طيب الحمد لله وحضرتك بكامل الصحه والعافيه لو سمحت انا بس عندي استفسار لرؤيه طالبه طيب بلاش الرؤى لو سمحتي عشان وقت الحلقه ضيق انا متاسف طيب ندخل على ابو عدنان ابو عدنان بيقول ان هو تزوج لمده 48 سنه وكانت زوجته نعمه الزوجات اسال الله تعالى ان يجعلها رفيقه له في الجنه هو بيسال بيقول إن هو بيبكي بكاء غير إرادي لما بيكون بيصلي أو لما بيكون بيدعو ليها فهل البكاء ده يؤثر على صحة الصلاة؟ الإجابة طالما أن البكاء خارجًا عن إرادتك فهو لا يؤثر على الصلاة. معلوم أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان رجلًا بكاءً وكان إذا صلى بالناس يبكي وتأخذه العبرات والصلاة صحيحة فإذًا لا حرج عليك. فبكاؤك لا حرج عليك فيها، ثانيا بكاءك لا يؤثر عليها من حيث الذنوب لان هذا امر وضعه الله في القلوب فلا حرج عليك، الذي نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم لطم الخدود وشق الجيوب والتحدث باحاديث لا ترضي الله، اللي هي الاعتراض على قضاء الله وقدره، اما البكاء فلقد بكى رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما فارق ولده فقال ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. معانا الأستاذة نادية. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرًا يا شيخ. جزانا وإياكم. بما إن مل... موضوع الحلقة شايف بصراحة عن الحج فعايز أعرف رأي الدين ورأي حضرتك في الإنسان اللي راحت حجت وكل شوية تقول أنا حجت بيت الله أنا حاجة بيت الله ورفع قضية طرد على ثلاث بنات بعد وفاة أمهم وأبوهم. وجايب وجابت شهود نور وعايزه تطلعهم كل ده علشان تأجر اللي هي الشقه اللي بعد ما تتردهم عشان تاخد ايه مبلغ طبعا اكبر تمام حاضر طب السؤال الثاني حضرتك في برضو يعني واحد برضو هيجي يديت الله كل ما يروح عند حد من قرايبه او حاجه او عندنا مثلا انا جبت انا عملت انا أكلت كذا انا كلت بيقعد يتفاخر قدام اللاعب ان انا جبت كذا وكذا مع انه بيفكرني بام الله يرحمها كانت بتبادل الاكل وما كانتش تعرف حد احنا بناكل ايه ان كان حاجه ان كانت لحمه ان كانت اي حاجه تانية بسيطه يعني فكرني بامي على طول في كذا كذا عملنا كذا هي دي قعدته عايز اعرف راي حضرتك حاضر أشكر. طيب أه الاستاذه ناديه سالت سؤالين السؤال الاولاني بتقول وجه نصيحة لسيده حجت بيت الله الحرام إلا أنها تصر على طرد بناتها من الشقه وإحضار شهود زور لأهداف دنيويه دنيئه أقول لها ولمن صنع صنيعها اتق الله اتق الله في أولادك اتقوا الله في جيرانكم اتقوا الله في من حولكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبه الوداع ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لابيض على اسود ولا لاحمر على ابيض ولا لهذا على ذاك الا بالتقوى الناس جميعا بين يدي الله سواسية والظلم ظلمات يوم القيامة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يعني أنا لا أظلم أنا منزه عن الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يعني فلا يظلم بعضكم بعضا إياكم الظلم كيف تسول لك نفسك بعدما حججت بيت الله الحرام بأن تستحضري شهود زور شهود زور من أجل أموال فانية والله لن يذهب معك إلى قبرك شيء من المال كفنك ربما جاءك صدقة الكفن الذي ستكفنين فيه ربما جاءك صدقة قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الأستاذة نادية برضو بتقول في برضو راجل كبير حج بيت الله الحرام ودايما كل ما يقعد قاعدة يتحدث على سبيل المنة بما فعل أنا عملت أنا سويت أنا تصدقت أنا حجيت أقول له يا عم الحاج ينبغي حتى تنال الثواب من الله أن تجعل عملك خالصا لوجه الله وإياك والرياء والرياء معناه أن تفعل العمل من أجل أن يراك الناس عليه والسمعة معناها أن تفعل الفعل من أجل أن يسمع الناس عن صنيعك قال صلى الله عليه وسلم ومن سمع سمع الله به يعني اللي بيحب الشهرة والصيت ده ربنا سيفضحه يوم القيامة يقول الله تعالى يا عبدي فعلت كذا من اجل ان يقال انك كريم وجواد وقد قال الناس في الدنيا انك كريم اذهبوا به يا ملائكتي الى النار اذكر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من المرائين والذين يعملون العمل لا لوجه الله قال صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه رجل جاهد في سبيل الله ولقى الله في المعركه الا انه ياتي يوم القيامه فيساله الله يقول يا عبدي اعطيتك الصحه والعافيه فماذا عملت في صحتك فيقول يا رب قاتلت من اجلك حتى لقيتك شهيدا يقول الله له كذبت وتقول الملائكه كذبت وانما قاتلت ليقول الناس هو شجاع وهو جريء وقد قال الناس ذلك اذهبوا به يا ملائكتي على وجهه الى النار انظر يرحمك الله رجل لقي الله في المعركه الا ان عمله كان هباء منثورا في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعلمن اقواما ياتون بحسنات بيضاء امثال جبال تهامه ناس لهم حسنات امثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابه الكرام جلهم لنا يعني عرفنا مين هم يا رسول الله. قال هم من جلدتكم يصلون كما تصومون ويقومون الليل. معقول؟ نعم يصلون ويصومون ويحجون ويفعلون الطيبات الا انهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه الحسنات يضيعها الله تعالى عليهم. فأنصحوا بأن نحافظ على الطاعة حتى يتقبلها الله عز وجل معنا اتصال الأستاذة حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للشيخ الحديث اللي حضرتك قلته دلوقتي يعني هو انتهاك حرمات الله طبعا في ناس كثير ما تعرفش إيه هي انتهاك حرمات الله يعني يعني يا ريت توضح حضرتك معلش وفي والسؤال بتاعي انا عايز اعرف يعني متى متى يحق للزوجه طلب الطلاق من زوجها؟ حاضر وال والحدود حدود الطاعه اللي انا اطيعه فيها يعني المفروض في الحدود يعني حاضر وحضرتك لو حصل طلاق المفروض الاولاد يقعدوا مع الاب ولا مع الام؟ حاضر يعني عشان انا ام مش عامله يعني مش مشتغلة يعني عشان انا مش هقدر اصرف عليهم حاضر. عشان ربنا ما محسبني يحاسبنيش ما يحاسبنيش يعني يوم القيامه حاضر, حاضر. استعنا بالله الاستاذه حنان بتسال اكثر من سؤال هنحاول نختصر في الاجابه ان شاء الله بتقول وضح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ده معناه الناس اللي هم بيتظاهروا بان هم صالحين وبيعملوا حسنات ولما يكون بينه وبين نفسه محدش شايفه الا ربنا ممكن يسرق ممكن يزني ممكن يرتشي ظاهره شيء وباطنه شيء اخر. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني تجده امام الناس يحسن صورته يكون حريصا على ان يظهر بمظهر حسن الا انه حينما يخلو بنفسه قد يقع في حرمات الله تعالى كالغيبه كالنميمه كاكل اموال الناس بالباطل كالزنا كالاستمناء وما شابه ذلك من انتهاك حدود الله معانا السؤال الثاني الاخت بتقول متى يحل للمراه طلب الطلاق؟ يحل للمراه طلب الطلاق اولا اذا رات انها لا تستطيع معاشره زوجها والقيام بحقوقه يعني اذا رات من نفسها انها لن تستطيع القيام بحقوقه من حقها ان تطلب الطلاق بل وان تخلع نفسها ثانيا اذا رات في زوجها انه رجل لا يتقي الله تبارك وتعالى ويجبرها على فعل الحرام او لا ينفق على اسرته ولا يقوم بحقوق الله تعالى فهي بهذا يحل لها ان تطلب الطلاق من اجل الضرر اذا كان لا يعطيها حقوقها او لا يحافظ على اهل بيته او لا ينفق عليهم او لا يوفر لهم مسكنا يليق بهم هذه اسباب للتفريق من اجل الضرر بين الزوجين الاخت بتقول ما هي حقوق الزوج حقوق الزوج على زوجته الطاعه فيما لا يغضب الله يعني تسمع له وتطيع تعد له طعامه وشرابه وثيابه لا تسمح لاي رجل اجنبي ان يدخل من بيته ان يدخل في بيته لا تسمح لنفسها بان تنفق من ماله الا باذنه ان ترعى له اولاده ان تصون غيبته قال صلى الله عليه وسلم والمراه راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها الاخت بتسال اللي هي الاخت حنان السؤال الاخير ليها بتقول بعد الطلاق الاولاد المفروض يكونوا مع مين؟ الاجابه الاولاد في فتره الحضانه من سن يوم لحد 18 سنه هم في حضانه امهم وواجب على الزوج ان ينفق عليها وعلى اولادها لقول الله تعالى لينفق ذو سعه من سعته وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فواجب على الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف فإذا طلق الرجل زوجته فإن لها حق الحضانة إلى أن يبلغ الطفل ثمانية عشر سنة بعد هذا السن يخير أن يبقى مع أمه أو أن ينتقل إلى والده طيب نخرج للفصل ونعود بعدها نختم الآن إن شاء الله طيب في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مشاهدي الكرام اتقدم بخالص الشكر والتقدير واسال الله تعالى ان يكتب لي ولكم ولجميع المشتاقين حج بيته الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام وان يفرج الغمه عن هذه الامه وان يحفظ مصر واهلها وسائر بلاد المسلمين وان يجعل بلادنا امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته